بهذه الفترة من السنة ما بسم ورق العريش أو ورق العنب الأخضر، وكتار منا بيمونوا وبيحفظوا من السنة للسنة، بس يمكن قليل اللي بيعرفوا إنه فيها ناكله هو وني بخلطة غير شكل، طريقة وخلطة أنا أول مرة بجربها، بس صدقاً طعمتها ولا أروع. تعالوا نحضرها سوا. رح نبلش وبقلب جات رح نحط كوب من البرغل الأبيض وكوب من اللبن أو الزبادي، وعليهم رح نضيف رشة من الملح. نخلطهم سوا كتير منيح ومنخليهم على جنب حتى تش حبة البرغل، يعني مدة شي ساعة أو ساعة ونص. نحن ونطرين البرغلات حتى يتشوا رح أرجيكم الطريقة المفضلة عندي حتى نحفظ ورق العنب، بس منقمعهم من فوق، منشيل العنقود من فوق بلا منغسلهم، منجمعهم فوق بعض، يعني كل شي 25-30 ورقة فوق بعض، ومنرجع منلفهم بورق النايلون كأنه عم نلف ساندويتش، منلفهم كذا مرة حتى نتأكد انه اللفه مزبوط وتسكروا مزبوط، ونرجع حتى من الأطراف نطويهم كأنه عم نطوي ساندويشة بنفس الطريقة. ومثل ما هن رح نخليهم بالفريزر وبيقعدوا من السنة للسنة، وبيضل لونهم أخضر حلو ما بيصفر ولا بيدبلوا. طبعا أكيد قبل ما بدنا نستخدمهم بننزلهم حتى يدوبوا وبنستعملهم كأنهم بعضهم طازة فرش. منرجع هلأ للبرغل اللي تشرب كل اللبن اللي حطيناه، رح نرجع نضيف عليه بصلة مفرومة ناعم وورق نعنع كمان مفروم ناعم ومعلقتين كبار من السمنة. نخلطهم سوا كتير منيح ورح نخدهم على الغاز منقلبهم لمدة 5 دقايق على نار هادية، وبدنا لونهم يضل أبيض ما بدنا لونه يتغير، بس هيك تقليبة خفيفة حتى ياخدوا نكهة السمنة. منغسل ورقات العنب الخضر اللي عنا كتير منيح ومننقل الورقة الطرية لهي الوصفة ومنكلها ومنستمتع فيها. على فكرة أنا كانت أول مرة بحياتي باكل ورق عنب مش مطبوخ، بس عن جد الطعم ولا أروع. خبروني مين منكم بيعرف هيدي الأكلة واللي ما بيعرفها يجربها، وألف صحتين.